إذا مشاهدينا الكرام سنبدأ بمهرجان حي نزال، مهرجان لبيك يا أقصى السادس يتم منع إقامته بقرار حكومي من المحافظة لوزير الداخلية للحكومة الأردنية. السبب بدنا نتعرف عليه، لماذا تم منع هذا المهرجان وما هو رد فعل المنظمين عليه وهل هنالك من بدائل لديهم؟ اسمحوا لنا ان نرحب باحد المنظمين واحد وجهاء منطقه حي نزال سعاده النائب الدكتور موسى الوحش. مساء الخير سعادتك. حياكم الله يا هلا. يعني حقيقه تفاجانا واعتقد ان المفاجاه كانت كبيره ايضا عليكم بمنع اقامه مهرجان لبيك يا اقصى السادس، ما هي التفاصيل سعادتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت يعني ونحن كذلك نستهجن خاصة هذه الظروف اللي تتعرض فيها قضيتنا الفلسطينية لخطر كبير، والموقف الرسمي المعلن هو أنه ضد صفقة القرن وأنه لا تنازل عن القدس ولا إلى غير ذلك. ففي هذا الظرف بالذات يعني فعلا مفاجأة، نحن التزمنا بقانون بمورد في قانون الاجتماعات العامة لعام 2011 الذي اسقط شرط الحضور على الموافقه الامنيه المسبقه لتنظيم الفعاليات، وابلغنا اشعرنا المحافظ بهذه الفعاليه من يوم الاحد يعني قبل موعد الفعاليه بسته ايام. لكننا بالامس يعني فوجئت باتصال من المحافظ يقول ان هناك تعليمات من وزير الداخليه بمنع هذه الفعاليه. فاخبرته ان التعليمات ليست قانون، القانون اقوى من التعليمات. القانون يعني اعطانا يعني الموافقه والاريحيه في هذا بالتعديل الذي تم. نعم. اما التعليمات فهي تنسف التعديل الذي ورد في القانون المعدل عام 2011. إلا أن يعني المحافظ أصر على أن هذه التعليمات وأنا لا أملك إلا أن ألتزم بما طلبه وزير الداخلية. السبب يعني ما التبرير لهذه التعليمات؟ هل وضحها؟ لا يوجد أي تبرير مقنع على الإطلاق. طب لو مش مقنع يوجد. لو مش مقنع إيش عنده؟ إشي عنده رواية هو ولا ما عنده أصلا؟ لا أصلا ما عنده رواية يعني. ما عنده رواية أصلا. تواصلت مع الدكتور معالي الدكتور عبد الله العكايل رئيس الكتله وتواصل مع وزير الداخليه لكنه كان مشغول، وايضا تواصلت انا مع بعد عندما اخبرني انه لم يرد وزير الداخليه وكان في اجتماع، تواصلت مع رئيس الحكومه ايضا. نعم. وايضا لم يرد الا انه بعد انتهاء اجتماعهم رد وزير الحكومه رئيس الحكومه واتصل معي واخبرته بالحيثيه انه هناك كتاب وان احنا طالبين حسب القانون، الا ان الذي ورد من المحافظ ان هناك تعليمات من وزير الداخليه. انا لا ادري يعني هل التعليمات اقوى من القانون؟ قال ارسل لي صوره من هذا الكتاب على الواتساب، فارسلت له صوره من الكتاب، وبعد ان استلم الرساله وانتهى الامر استمر التواصل بين الدكتور عبد الله العكايل ووزير الداخليه، وقال له وزير الداخليه غدا على اليوم الخميس سارد عليك بهذا الامر، وبقي هذا بقينا ننتظر. فهذا اليوم اتصل معي عطفه المحافظ وقال انه وزير الداخليه يبلغكم ما يريده وهو منع هذا المهرجان. للاسف الشديد المواطن يلتزم بالقانون والحكومه لا تلتزم بالقانون. يعني هذا اللي صار. يعني لا تلتزم بتنفيذ القانون. السلطه التنفيذيه هي التي تختار، هي التي اخترقت القوانين وهي التي خالفت القانون. لان الله سبحانه تكون حارسه عليه لتنفيذه وتطبيقه لا ان تخرقه بهذا الاسلوب الذي تم. ونحن احوج ما نكون في الظروف الى تدعيم الموقف الرسمي فيما يتعلق بقضية القدس وقضية فلسطين. حاولت سعادتك تتواصل مع وزير الداخلية سلام حماد؟ حاولت؟ أنا لم أتواصل معه لأن تواصل معي المحافظ وأخبرني أنه تعليمات. تواصل معه الدكتور عبد الله العكايلة، وبعد ذلك اليوم لغاية الساعة الثانية تواصلت مع الدكتور عبد الله وقال لي حتى الآن لم يتصل معي علما بأنه قال لي الساعة العاشرة سوف اتصل معك واخبرك بهذا الامر. 10 صباح اليوم.
عشان صباح اليوم. وحتى الساعة الرابعة تواصلت مع الدكتور عبد الله وقال لم يتصل بي حتى الآن هذا وزير الداخلية. طب حاولت تتواصل يعني مع دكتور عمر رزاز رئيس الوزراء؟ أنا تواصلت معه بعد الرسالة بعد إرسال صوت الكتاب. ولم يرد على الهاتف منذ البارحة منذ الساعة الثامنة مساء أمس تواصلت بعد الأولى. لم يرد على الهاتف حتى الآن. نعم. يعني أعلنتم الآن أستاذ موسى أعلنتوا يعني خلص إلغاء المهرجان ولا تنتظروا رد حكومي يأتي حتى لو بوقت متأخر؟ لا لا أنا مش منتظر رد حكومي لأن أنا لاحظت كيف الرد الحكومي واضح كان هناك. نعم. الليلة الماضية إصرار أمني كبير بضرورة إزالة بعض ما تم من إنجاز على أرض الواقع في يتعلق بالمهرجان. نعم. وقد اتصلوا مع الأشخاص المعنيين الذين توافقنا معهم على نصب الخيمة أو تركيب المهرجان وطلبوا منهم أن يحضروا ليلا ليأخذوا أغراضهم من الموقع. وأنا ذهبت إلى الموقع بنفسي وجئت ووجدت الأمن موجود. نعم. وبإصرار شديد على إزالة ما تم من ترتيب وإلا سوف يتم مصادرة هذا الموجود وعدم السماح لصاحب الصوان وصاحب الأثاث في أخذه. يعني كان لمنع أي اصطدام مع الأجهزة الأمنية منعتم أو ألغيتم المهرجان؟ نحن سوف نكون أعقل منهم أعقل من تصرف الحكومة الأرعن الذي تم والذي لا ينبئ لا ينبئ بخير. نعم. لا ينبئ بخير. نحن نريد أن يتفاعل الشارع معنا يتفاعل الشعب معنا في هذه القضية لكن للأسف الشديد هناك استياء عام من الشعب الذي يسمع بهذا الأمر. كيف يلغي وزير الداخلية مهرجان يخص المسجد الأقصى؟ يعني غريب. أنا ليس غريبا على هذا الوزير. أنا شخصيا تحدثت معه أيام ما كان وزير في ما يتعلق بفعالية الكرك لما وضعوا المياه في مكان الفعالية. نعم. وقلت له أنه يعني هذا مخالف وإلى غير ذلك. قال لا نريد لأنه إذا سمحنا لهم سوف يتحدثوا عن منع الأذان الذي يتحدثوا عنه في المسجد الأقصى ونحن لا نريد أن نسمع كلام هذا الكلام. لا يريد الشديد. شو الكلام اللي بده يسمعه؟ يعني بده يسمع كلام مسلسل جن؟ يعني لا يريد أن يسمع مشايخ من بالضبط. لا نريد أن نسمع مشايخ وخطباء يتحدثوا أنه عن أذان المسجد الأقصى اللي منع. يا سلام. نعم وأنا تحدثت في ذلك شخصيا قلت هذا لا يجوز ويعني لا نريد أن نسمع مثل هذا الكلام من وزير في الحكومة الأردنية. طيب سعادتك يعني هل عندكم فكرة كمنظمين إنه ممكن تأجلوا يعني للأسبوع القادم مثلاً ولا خلص انتهت الفكرة تماماً؟ لا إحنا ما أجلنا إحنا ألغينا واللي أعلم الشعب كله أن هذه الفعالية نحن ألغينا تم الإلغاء حفاظاً على عدم تصعيد الأمور وأيضاً كرسالة موجهة إلى الحكومة أن هذا الأسلوب هذا أسلوب لا يفيد هذا الأسلوب يؤدي إلى الاحتقان الذي نحن أحوج ما نكون إلى إزالته خاصة أن الأوضاع الاقتصادية فيها يعني احتقان شديد. نعم. ما يجري عن صفقة القرن أيضاً في أيضاً يؤدي في أيضاً احتقان ونحن بدلاً من أن نسمع رأي ونسمع العالم رأي الشعب الأردني الرافض لهذه الصفقة والرافض لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن والرافض وهذا الموقف الرافض لأن تذهب المقدسات عن الرعاية الأردنية والرافض لغير ذلك. هذا الكلام المفيد للنظام يعني هذا المنع أنا أعتقد أنه يؤدى إلى خسارة البعض يعتقد أنها بسيطة أنا أعتبرها كبيرة جدا لأن الرأي في هذه الأيام وفي كل الأيام هو للشعوب. نعم. ما جرى من مؤامرات واتفاقيات على حساب على القضية الفلسطينية لقد ذهب أدراج الرياح وحتى ورشة البحرين هذه السراب الخادع الجديد أيضا سيذهب أدراج الرياح لأن الشعوب لن تقبل ولن. نعم. ترضى بهذه المهاجل التي تتم. هل سيكون لديكم أي فعالية غدا
احنا غدا احنا لدينا مؤتمر صحفي حتى نخبر اهالي المنطقه في منطقه نزال والياسمين. نعم. وهم يعني علاقتنا وثيقه نحن وياهم لاننا على الخير دائما نلتقي. نعم. حتى يعلموا الحقيقة الواضحة ويعلموا أننا نتعامل معهم بمصداقية. كان يمكن أن نقول أن المهرجان لم يلغى ويأتي الناس ويتكاثر الناس ويتجمع الناس، لكن مصداقيتنا التي تعودنا عليها تمنعنا من أن نتعب أهلنا وأبناءنا وأبناء هذه المنطقة بالمجيء ثم الذهاب دون مهرجان. المؤتمر الصحفي سيكون في أي موعد؟ سيكون في الموعد المحدد للمهرجان وهو الساعة 6 غدا إن شاء الله في مقر الحزب. يعني المؤتمر الصحفي برضو على الساعة 6؟ الساعة 6 سيكون نفس موعد اللي كان سيتم فيه انطلاق المهرجان بجانب المسجد أبو حسان ومستشفى الحياة، يعني نفس الموقع تقريبا اللي تم. نعم. الإلغاء. إذن هذا المؤتمر هو يعني مؤتمر صحفي، لأنه كان في إعلان إنه الساعة 3 ساعتك، خلينا نتأكد. لا هو المؤتمر سيكون الساعة 6 موعد المهرجان. تمام. نعم. نفس موعد المحدد المهرجان بمقر الحزب. نعم. بجانب مسجد. نعم. أبو حسن، كل الشكر لك ساعتك، شكرا جزيلا لك. سعادة الدكتور موسى الوحش النائب في البرلمان الأردني وممثل منطقة حي نزال والياسمين. والحقيقة يعني أمر مفاجئ ويعني مستهجن جدا، وأنا استفزني يعني فعلا حتى تاريخ معروف، يعني تاريخ هذا الرجل وزير الداخلية سلامة حماد لما يقول أنه أنا والله بدناش أسمع كلام يعترض على منع الأذان في الأقصى. يا سلام، هذه لو أنها تصورت يعني وتسجلت أنا أعتقد أنها كارثة ستكون في تاريخ وأرشيف هذا الرجل. مع الاحترام احنا ما بنحكي عن اشخاص بحد ذاتهم، ولكن نحكي عن مناصب ومسؤولين. وزير داخليه يلغي فعاليه، اذا كان هنالك تبرير يعني وجيه، لانه هذا في مخالفه للقانون. القانون يقول ابلاغ قبل 48 ساعه وانتهى الموضوع. الان في مخالفه للقانون، اذا هذه المخالفه من السلطه التنفيذيه التي يفترض عليها ان تنفذ القانون وهي الان تخالف القانون، تضع هذا التبرير توضحه للناس لعلنا نتفهم، بالعكس ونحترم هذا القرار ونقف بجانبه وبنقول يا عمي هذه الفعالية فيها خطر على أمن البلد وفيها احتمال يعني يصير زلزال أرضي تحت منطقة المهرجان وبالتالي تتضرر البلد وينهار أبراج السادس، ومش عارف يعني إيش بده يصير يعني، ولا احتمال الكلمات صداها يدخل إلى أذان الشعب الأردني فيسبب لهم أمر، يعني إيش اللي ممكن يكون في خطر لهذه الفعالية، ولا يعني يوم جمعة ورح يسبب لنا أزمة سير، يعني هذا هو السبب بالنهاية اللي يكون ما هي حادث رأس مالها حادث، واحد يختلق حادث بيعمل أزمة سير، يعني شو القصة؟ واحد تعطل سيارته يصفها بنص الشارع بيعمل أزمة سير، يعني وقفت على مهرجان لبيك يا أقصى؟ والله أنا مش يعني نفسي أعرف التبرير، لأنه متأكد أنه مستحيل يكون في شيء منطقي يدخل هيك العقل يعني، أو يتم الإعلان يا عمي إحنا ضد الفعاليات للأقصى، يعني يكون في وضوح يعني أنه إحنا مش مع الفعاليات الأقصى. إذا إحنا بدنا نوقف مع الأقصى المنطق بيقول أنه إحنا ندعم فعاليات الأقصى، بدناش تدعمه خليها هاي مسامحينكم فيها، اللي بده يعمل خليه يعمل يعني وبدون أي تسهيل يعني، بس خليه يعمل، هو على حسابه بده يعملها يعني بالنهاية، والناس بدها تبقى معلقة في قضية الأقصى ويريدوا أن يسمعوا بدل ما يسمعوا الشتائم البذيئة واللقطات التافهة الجنسية في مسلسل جن اللي أخذ على كل الموافقات الرسمية وسكروا لهم البتراء، مش ساحب حي نزال أصلاً ما حدا بيمشيها إذا فيش فيها إشي، سكروا لهم البتراء عشان يصوروا فيها ويأخذوا راحتهم، وبقول لك هنا ساحة حي نزال لا هاي ممنوع فيها، بدناش تسمع فيها كلام عن القدس والأقصى. أنا عارف. خلينا نسمع كلمة كان من المفترض أن تسمع غدا في المهرجان، وكون المهرجان ألغي وكون المنظمين كانوا حكماء ولا يريدوا أن يصطدموا، لأنه بالنهاية أفراد الأجهزة الأمنية كلهم أهلنا وإخواننا، ومش بصدد أنه يصير الصدام ما بين الأهالي والأهالي مدنيين وعسكريين، فحتى ولو لم يكن هناك قناعة بالقرار من صاحب القرار، ولكن الأجهزة التي تنفذ هذه
يعني كل الاحترام والتقدير لها ولجهودها ولعطائها، ولذلك كان اختصار تأزيم في الموقف، فتم الموافقة على إلغاء الفعالية. في هذه الفعالية كان هناك كلمات لشخصيات وطنية أردنية، وكان هناك كلمة مسجلة كان مفروض أن تبث لنائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل في 48 الشيخ كمال الخطيب، نائب طبعا شيخ الأقصى شيخ رائد صلاح. هذه الكلمة التي كان من المفترض أن يسمعها الجمهور غدا في الساحة مهرجان لبيك يا أقصى السادس في حي نزال، سنسمعها الآن عبر شاشة اليرموك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات أبناء الحركة الإسلامية الأعزاء في الأردن الحبيب الشقيق، الإخوة والأخوات أبناء شعبنا الأردني الغالي، الإخوة والأخوات المؤتمرين في مهرجان لبيك يا أقصى السادس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من رحاب الأرض التي باركها الله جل جلاله، ويقينا أنكم كلكم تحبونها بل وتشتاقون لصلاة فيها. فلسطين الأرض المباركة، رحاب المسجد الأقصى المبارك، القدس وفلسطين هاتان الدرتان، حيث يحاول في هذه المرحلة أعداء الإنسانية أن يسلبوا حقنا منها، يحاول أعداء الإنسانية أن يغتصبوا حقا أزليا لنا في المسجد الأقصى المبارك عبر ما يسمى بصفقة القرن. أنتم تأتمرون اليوم في مهرجانكم هذا لتقولوا نعم لبيك يا أقصى، لبيك يا قدس، لبيك يا فلسطين، تقولون لبيك ولسان حال 1700 مليون مسلم يردد نفس النداء ويقول نفس الشعار، لا لشيء إلا لأن حب القدس وفلسطين والمسجد الأقصى المبارك عبادة وقربة لله جل جلاله. المسجد الأقصى المبارك الذي أقول للمهرولين والمطبعين، إن لم تستطيعوا أن تنالوا شرف تحريره على الأقل فلا يسجلن التاريخ عليكم أنكم كنتم ممن فرط فيه. نقبل منكم أن تكونوا مع القاعدين، نقبل منكم أن تكونوا مع أصحاب الأعذار، لكن إياكم أن تكونوا ممن يسجل عليهم بقلم الذل والعار أنكم تواطأتم وفرطتم عامدين بالمسجد الأقصى وبالقدس الشريف. ما أغباهم هؤلاء الذين يريدون الآن أن يساوموننا على المسجد الأقصى المبارك عبر بعض بنود صفقة القرن المريبة والمشبوهة هذه، بأن يلغى حقنا في القدس الشريف عاصمة لفلسطين. ما أغباهم وهم لا يعلمون أن علاقتنا مع القدس ليست علاقة تراب، وعلاقتنا مع المسجد الأقصى المبارك ليست علاقة تاريخ، إنما هي علاقة عقيدة وعلاقة دين. هذه علاقة أبدا لا يمكن أن تنفصم. لذلك إن ظنوا أن في شعبنا من يمكن أن يساوم على حقنا الأوحد في المسجد الأقصى المبارك لن يجدوا. أذكرهم بأن المسجد الأقصى المبارك وحقنا فيه غير قابل للقسمة ولا للاختزال ولا للمشاركة ولا للمناصفة ولا في أي شيء. المسجد الأقصى المبارك كله حق كامل خالص لنا نحن المسلمين، أما اليهود فليس لهم فيه إلا الوهم، ليس لهم فيه أبدا إلا الوهم وإلا الخرافات. لذلك لي أن أقول أن صوتا ينبعث من الأردن، وصوتا ينبعث من ماليزيا، وآخر ينبعث من تركيا، وغيره ينبعث من أقصى أعماق الجزائر ومن كل الوطن العربي والإسلامي، ليؤكد على أن هذا المسجد لا يمكن أبدا أن يساوم عليه، حتى لو قصر في حقه الفلسطينيون ولم يقصر ولن يقصروا، حتى لو قصر في حقه العرب ولم يقصروا ولن يقصروا، أتحدث عن الشعوب الخيرة، حتى لو قصر بحقه كل المسلمين ولكنهم لم ولن يقصروا، ستأتي أجيال لتقول هذا مسجدنا الأقصى المبارك
ليس هيكلا ولا معبدا، لم ولن يكون. لأن أقول في هذه المرحلة التي شعبنا أحوج ما يكون فيها إلى الوحدة والتكاتف، جاءت صفقة القرن رغم كل سلبياتها، وهي كلها سلبية، لكن فيها بعض مظاهر خير. فيها أنها جعلت الطيف الفلسطيني كله، المركبات كلها، الفصائل كلها، على الرغم من تناقضات كثيرة فيما بينها، لكن هذه كلها التقت على رفض صفقة القرن، على حالة وحدوية غير مسبوقة منذ سنوات ليست بالقليلة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كونوا مطمئنين، كونوا بغاية الطمأنينة والثقة والأمل أن الفرج قريب إن شاء الله، وأن المستقبل لنا إن شاء الله. على صلابة صخرة القدس تحطمت احتلالات كثيرة وقرون كثيرة تهشمت. مر من هنا الصليبيون بعد 90 سنة ورحلوا، ولا أظن هذا الاحتلال إلا سيرحل، بل أجزم أنه سيرحل. لذلك نحن اليوم نقول لمسجد الأقصى المبارك شكرا. ليس أن الأقصى عليه أن يشكرنا، ولا القدس تشكرنا لأننا نهتف باسمها وننادي لها، إنما نحن الذين يجب أن نقول للأقصى شكرا أنك تبقي فينا بعض كرامة، تبقي فينا بعض رجولة، تبقي فينا بعض ضمير يستيقظ ليصحو وينادي ويقول لبيك يا قدس، لبيك يا أقصى. شكرا لهذا الجمع المبارك، هذا جمع يقوينا نحن هنا في الداخل، هذا جمع يعلي صوتنا، هذا الذي ينبعث من عندكم، من أرضكم، من أرض الرباط والحشد. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، يقينا إن شاء الله أننا بين يدي مرحلة لا أراها إلا كما يرى الإنسان منا الشمس في ربعة النهار، مرحلة الفرج والخير والتمكين. إنما مطلوب منا نحن فعلا أن نظل على ثقة ويقين وأمل. واعلموا أن أشد ساعات الليل حلكة تلك التي تسبق الفجر بقليل. اعلموا أن هذه المرحلة وإن كانت مرحلة المخاض، وفي المخاض ألم ودم ودموع وزفرات، لكن حتما بعدها سيكون الميلاد. نحن بين يدي ميلاد الفجر القادم والصبح القريب إن شاء الله. بوركتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم الشيخ كمال الخطيب.